الأول للمحليات انتهى، والشوط الأول للمهجنات يبدأ، والزميل سالم بن علي الحبسي. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسلام. إذن على البركة ننطلق كما شاهدنا أول أشواط هذا اليوم مع قمرية صاحبة العوايد والتي في رصيدها ثلاث سيارات، بالفعل تضيف إنجاز آخر هنا في عاصمة الميادين هنا في هذه الانطلاقات. إذا ناتي مع أول أشواط الأبكار اللي جاية، المهجنات الأصايل، ننطلق مع هذا الاسم ونسير مع الفائز محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من يقدم الفائز على صدارة هذا الشوط وعلى الانطلاق. بينما المركز الثاني، وصلت المسكة على المركز الثاني، محمد بن حمد بن محمد بن مرحومه العامري من يقدم المسك، من تأتي بالمركز الثاني. نقلتنا مباشرة هنا إلى المركز الثالث، والوصول في ثالث المراكز من الشاردة، محمد بن غانم بالسعودي المنصوري وصل في هذه اللحظات على المركز الرابع، محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي يقدم أيضا مصيحة في هذه اللحظات، أيضا من وصلت في هذه اللحظات وأيضا تدخلت بشعار محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي، ولكن الوصول من دكتورة سعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاكتبي، تدخل مع دكتورة على المركز الخامس والمركز السادس من الجانب الآخر اللي تدخلت في هذه اللحظات. الشادن طالب بن سلطان بن محمد الشامسي وصل ليقدم هذا الاسم وينطلق مع الشادن في هذه اللحظات. مشاهدينا الأعزاء متابعين الكرام، الوصول من الاسم القادم اللي وصلت بنت غازي علي بن فري بن علي بن حمود الظاهري، وصل الشعار الاقتصادي في هذه اللحظات، بدأ يتدخل من الزاوية اليمنى هنا، وسلالة غازي بالفعل انتاج المختبر، ايضا هذه هي بنت غازي، لحظة وصلت حمد بن نافع الشدي المنصوري، وصل الشعار الوثباوي بالفعل، يقدم هذه الانطلاقة كما قدم من حاف، وقدم ايضا هناك قرموشة يأتي في هذا أيضا المنطلق ويقدم هذا الاسم، ولكن شوفوا هنا القادمة من الساد من واقع شعار المنطلق، هنا يصل أيضا أحمد بن سالم سهيل بالشرجي العامري يقدم لنا الوثبة، وصلت ولكن جمهرة محمد بن حليس العويسي وصل في هذه اللحظات مع هذا الاسم، والحذافة عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي وصل في هذه اللحظات ليقدم هذا الاسم وينطلق بخلال هذه المنافسة على المركز التاسع. المركز العاشر الضبية سعيد بن حمد الدليلة العامري، يا سلام، أسماء قوية وعملاقة أيضا يسجلها عالم المفاجآت وسن اللقاية، ولكن محمود بن محمد بن سالم الوهيبي أحد خبراء هذه الرياضة والمتميزين في مجال التضمير، بالفعل من يأتي بالفائزة محمود بن محمد بن سالم الوهيبي القادم من السلطنة ومن منجم السبق، والفعل يأتي هذا الاسم ويقدم الفائزة، وما زالت الفائزة على المركز الأول. بن مرحومة أيضا يقدم المسك، محمد بن حمد بن محمد بن مرحومة العامري ينطلق على ثاني المراكز أيضا بشعار جميل، بشعار المختبر اللي في العام الماضي له صولات أو جولات، يأتي هنا مقدما لهذا الاسم محمد بن سعيد بن محسن الفلاحي على المركز الثالث مع اللي هي مصيحة. بينما المركز الرابع وصل أيضا حمد بن نافع شدي المنصوري مع لحظة ولكن الله يا بن حليس، وصل ليقدم جمهرة محمد بن حليس العويسي، يا سلام يبحث عن الفوز، يبحث عن الانتصار، شعار أحمر تميز بالفعل هنا مع يوم الأمس مع فوز منتخب السلطنة بخماسية رائعة، ولكن هنا يأتي بن حليس مقدما أيضا شعار أبناء السلطنة هنا للمشاركة في عالمنا الساحر وفي سباقات الهجن العربية الأصيل. الله 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 الله، شوفوا اللي
تدخلت، شوفوا اللي تدخلت، زعفرانة ساري بن بلوش المزروعي قائد لواء الغربية تدخل ما يبنى الأطاري، ولكن عدسات الهواري هي من التقطت أيضا هذا الشعار، ولكن وصل شعار بو منصور، تدخل شعار بو منصور في هذه اللحظات، وهناك فنون حمد السعيد بالحطم العامري وصل في هذه اللحظات العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة. من القادمة هنا؟ من القادمة هنا؟ امتياز محمد بن سعيد مخالص العامري عاشق أيضا الرموز هنا في الوثبة يتواجد راعي هيلمان وراعي الأسماء القوية والعملاقة، ولكن قائد لواء الغربية بدأ يتجول في الكيلومتر الأخير ويتدخل بهذا الاسم الكبير، الله زعفران ساري بن بلوش المزروعي هو من يأتي في هذه اللحظات. وصلت حشيمة عبيد بن سلطان بن علي الاكتبي، الله شوفوا الأسماء، شوفوا القادمون، شوفوا المنطلقون هنا في هذه اللحظات، هذه الأسماء القوية والعملاقة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ولكن زعفرانة، زعفرانة على الصدارة، زعفرانة على المركز الأول. دكتور الأصاي القادم، قادم من الهباب، قادم من الهباب هنا، الله 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 الله، شوفوا الرقص، بدأ الرقص هنا مع الصدارة مع المركز الأول. حشيمة عبيد وسلطان بن علي الاكتبي غير المركز الأول وانتقل إلى مقدمة هذا الشوط، على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول. يا سلام يا سلام، من قدم لنا الشاهينية في يوم الأمس يأتي هنا ويقدم حشيمة عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي، تهانينا والناموس، تهانينا لدكتور الأصايل على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت امتياز محمد بن سعيد الخالص، المركز الثالث هناك الحداب عبد الله بن أحمد بن علي بن سلطان السبوسي، المركز الرابع كانت زعفرانة ساري بن بلوش المزروعي، المركز الخامس وصول رائع أيضا من مظنة مسلم بن حمد بن متعب بن محمد العامري، هذه هي مظنة من وصلت في المركز الخامس. إذا تهانينا والناموس لكل الفائزين هنا، أول أشواط الأبكار اللي جاية المهجنات الأصايل. يأتي عبيد وسلطان بن علي بن رشيد الاكتبي، 7:38 وثمانية أجزاء من الثانية هذه حشيمة. مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني 7:39 ثمانية أجزاء من الثانية، شعار بن خالص مع امتياز بالفعل، محمد بن سعيد بن خالص العامري تهانينا والناموس. المركز الثالث 7:40 جزءا واحدا من الثانيه، اذا تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. الحذافه عبد الله بن احمد بن علي بن سلطان السبوسي هو من قدم هذا الاسم، تهانينا والناموس. اذا هنا التوقيت الافضل يذهب مع بن رشيد.